أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي قناة كل يوم ثقافة. هذه الأشياء ممنوع استعمالها لأكثر من شخص مهما كانت درجة قربه منك. إن الصحة تاج على الرأس، وعلى كل شخص أن يحاول الحفاظ على صحته قدر الإمكان. وعن الأشياء التي يمنع تداولها بين شخصين للحفاظ على الصحة فهي المقصات. هناك أنواع كثيرة من الفطريات والبكتيريا التي تنتقل من شخص لآخر عند استعمال المقص بين اثنين، لذا حافظ على المقص الخاص بك. أمشاط الشعر. لا يمكن استعمال أمشاط الشعر لأكثر من واحد في نفس المشط، حيث أن هذا يكون سبباً في الإصابة بأمراض جلدية قد تكون سبباً في تساقط الشعر. الصابون. الاعتناء بالنظافة من الأمور الهامة، ويجب أن نحرص على الحفاظ على الصابون الخاص بنا وألا نقوم على استعمال صابون خاص بغيرنا، لأن هذا يكون سبباً في انتقال العدوى بسهولة. مزيل العرق يكون سبباً في انتشار الفطريات، وخصوصاً هذا المصنوع في قمته بكرة، يتم تحريكها حتى يتم وضع المكون على الجلد. سماعة الأذن. لا بد من الحرص على تخصيص السماعة لشخص واحد، ولا يمكن استعمالها لأكثر من شخص في نفس الوقت للحفاظ على الصحة وللوقاية من الأمراض. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك وشارك الفيديو، ولا تجعل المعلومة تقف عندك.